أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية. سيكون معنا في هذه الساعة الأستاذ سعيد البدري الباحث بالشأن السياسي. أهلا بك سيد الكريم. وأيضا سيكون معنا الأستاذ مجتبى حيدري الباحث بالشأن السياسي من طهران. ولكن قبل البدء نتوقف في فصل. عندما ذهبنا إلى الحرب كنا نعلم أنه سيكون هناك قتلى وجرحى، لكن ما حصل لم نتخيله في حياتنا ولا حتى في أسوأ كوابيسنا. 11 جنديا من رفاقي ذهبوا واحدا تلو الآخر في ضربة واحدة في الآلية نفسها وبالطريقة نفسها. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أبدأ معك أستاذ سعيد البدري، يعني ماذا يمثل لك 7 من أكتوبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسيد مجتبى الحيدري ولجميع مشاهدي قناة الأيام. حقيقة 7 أكتوبر هو انطلاقة جديدة وصفحة جديدة من عودة القضية الفلسطينية للواجهة بعد أن أريد لها أن تصفى وتذهب أدراج الرياح. كما تعلمون أن هناك قطارا أراد دهس القضية الفلسطينية، هو قطار التطبيع. خلفيات هذا التطبيع، من دفع به، بأي اتجاهات، أي مخطط. إذا ذهبنا للبدايات سنلاحظ هناك تصريحات، حديث واسع عن شرق أوسط جديد. شرق الأوسط الجديد بدأ بصفحات متعددة، الربيع العربي، صفحة داعش وما أنتجت من داعش. كل هذه المخططات فشلت، والحقيقة من أفشل هذه المخططات هو المقاومة بكل تأكيد. لكن اتفاقات إبراهام التي دفع باتجاهها ترامب وأصر عليها وهدد وتوعد، وفي الكواليس كان هناك إصرار غريب من المجرم ترامب باتجاه تمضية قطار التطبيع، وأبلغ الفلسطينيون حكومة شكلية وفصائل بأن موضوع القضية الفلسطينية قد انتهى وأصبحت من الماضي، وأن لا خيارات أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يهاجر بهجرة عكسية، يذهب للشتات ويأتي الصهاينة إلى الأراضي الفلسطينية، أو أن يكونوا جزءا من المعادلة الصهيونية. بما يترتب على هذه المعادلة أو ما ترتب هذه المعادلة من تقسيمات وتوزيع، وأن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، وكثير من هذه التفاصيل التي حقيقة يطول شرح أبعادها وتفاصيلها. طوفان الأقصى كانت رد فعل وليست فعلا، والمقاومة الفلسطينية أجبرت حقيقة ولم يكن أمامها خيار إلا أن تخوض هذه الصفحة ببسالة بشجاعة لتعيد القضية الفلسطينية وتوقف هذا القطار الجامح الذي صعده الجميع وكانوا على استعداد أن يسيروا بهذا الاتجاه. الجهد الكبير الذي بذلته الفصائل الفلسطينية، حماس تحديدا، الجهاد الإسلامي، باتجاه يعني ثني العرب عن هذا الموقف لم تكن مجدية بطبيعتها. حتى الجهد الدبلوماسي الذي ذهبت باتجاه الجمهورية الإسلامية في الإبقاء على القضية الفلسطينية حقيقة جوبها بمزيد من خطوات التطبيع، المزيد من العمل لنسيان وتناسي القضية الفلسطينية وإخراج الجميع خارج هذه المعادلة. إن من يقرر مصير الشعب الفلسطيني هم أولئك الحكام المتصهينين، وإعلامهم اللي تابع إعلامهم في تلك الفترة يرى بوضوح معالم المرحلة التي أريد لها أن تكون واقعا. 7 أكتوبر وضعت حدا لكل ذلك، أعادت الأمور إلى نصابها، أعادت القضية الفلسطينية إلى من طلقت منه وبدأت معه باجتياح المستوطنين والمهاجرين للأراضي الفلسطينية. طبعا المستوطنين الصهاينة الذين أريد لهم بوعد بالفور وغيره أن يكونوا واقعا بديلا للشعب الفلسطيني بعد مصادرة أرضه وقتله. إذن 7 أكتوبر هو يوم كرامة،
وعزة واعتبار للقضية الفلسطينية واعتراف بكل تلك التضحيات والدماء التي سالت على أرض فلسطين الحبيبة، التي بحقيقة من الجميع كل الذين قاوموا وجاهدوا وكانت لهم مواقف مع القضية الفلسطينية، كان هذا يوما مجيدا حقيقة عادة لهم هو كتاب شكر وعرفان لما قدموه وبقيت القضية الفلسطينية، وكان 7 أكتوبر وسيبقى، ونحن اليوم نحتفل بالذكرى الأولى، ذكرى حقيقة تعيد للأذهان ما يستطيع الشعب أن يصنعه ويفعله بوجود مقاومة مدعومة متمكنة. تعلمون ويعلم السادة المشاهدين الكرام أن الفلسطينيين تركوا بمفردهم بلا سلاح بلا عون بلا دعم حقيقي، كل الدعم هو دعم شكلي لإيجاد حقيقة مبرر في التخلي عن القضية الفلسطينية، وكان موقف الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة الداعم للفلسطينيين هو الفيصل، وهو الذي مكن الفلسطينيين من أن يكون رد فعلهم على كل هذه الأوضاع ردا مدويا أسقط معادلات الكيان الصهيوني والأمريكيين والغربيين. بالانتقال إلى الأستاذ مجتبى حيدري، أستاذ مجتبى إذا كنت تسمعني، يعني ما الذي يدفع الجمهورية إلى دعم القضية الفلسطينية؟ لماذا لا تترك القضية الفلسطينية وتدعها للعرب وهم يدافعون عنها ويدعمون الشعب الفلسطيني إلى غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين. بالنسبة إلى القضية الفلسطينية يجب أن أؤكد بأن هذه القضية هي كانت حتى قبل يعني انطلاق الثورة الإسلامية في إيران، وفي أول كلمة الإمام الراحل الإمام الخميني قبل انتصار الثورة وفي بدء حركته هو تحدث عن القضية الفلسطينية، ما أدى إلى اعتقاله من قبل نظام الشاهنشاهي. لذلك القضية الفلسطينية من الممكن أن نقول هي الأساس في فكر الإمام الخميني، وبعد انتصار الثورة الإسلامية قد تغير، كان هناك سفارة للكيان في طهران استبدلت بسفارة فلسطين، وأيضا هناك في القانون الإيراني هناك مادة تشير إلى دعم القضية الفلسطينية. وهنا يجب أن أؤكد أن الإيرانيون يعتقدون بأن الدفاع عن هذه القضية هو واجب بالنسبة لهم ولن يتخلوا عن هذه القضية. طبعا بسبب هذا الدفاع ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة بشكل عام، نحن نرى أن إيران حوصرت من قبل الولايات المتحدة، كانت هناك ضغوط هائلة على الجمهورية الإسلامية طوال 45 عام، وحتى هذه اللحظة نحن ندرك بأنه في حال تركت إيران هذه القضية سيرفع عنها الحظ وكل ما شابه ذلك، لكنها ما زالت تقف إلى جانب هذه القضية، وهي تعتبر أن السياسة الخارجية الأساس السياسة الخارجية هي القضية الفلسطينية. طيب، ولكن نتنياهو لديه مشروع هو مشروع الدولة الصهيونية العميقة أو الدولة الصهيونية الصافية، يريد تهجير أهالي غزة إلى مصر، تهجير أهالي الضفة إلى الأردن، وحتى تهجير أهالي 48 اللي عندهم الجنسية اليهودية، وبالتالي يوسع من نطاق إمكانياته وحدوده ولبنان والمنطقة بأسرها. كيف تعلق؟ يعني قبل أن تكون هي السياسة من قبل نتنياهو هي سياسة أمريكية لتصفية قضية فلسطين، يعني ونحن شهدنا كما قال الضيف الكريم حول قضية ائتلاف إبراهام وكل ما حصل في المنطقة والتصفية، وكان هناك من المقرر تصفية القضية والقضاء على الشعب الفلسطيني وتصفية هذه القضية، وبعد ذلك يبدأون بمحور المقاومة وصولا إلى إيران، يعني أيضا اليمن على الخط وسوريا، وفي النهاية يصلون إلى إيران والمقاومة العراقية أيضا. لذلك هي السياسة أكبر من يعني أن تكون هي السياسة من قبل نتنياهو،
الغرب هو يريد القضاء على المقاومة ويريد القضاء على القضية الفلسطينية، ولذلك نحن نرى الدعم من قبل الولايات المتحدة اللامحدود، يعني رغم كل ما حصل في غزة وقتل الأبرياء وقصف المستشفيات والمدارس وكل يعني المدنيين، لكن الولايات المتحدة تقف إلى جانب هذا الكيان، لأنه أساسا هي سياسة غربية ليست فقط سياسة من قبل نتنياهو أو شخص آخر في داخل الكيان. لكن هناك يجب أن يعني أن نقول بأنه هناك أيضا مقاومة باسلة غيرت كل هذه السياسات. كان من المفروض أن تبدأ يعني بعد حلف إبراهيم أن يبدأ التطبيع وأن تنتهي هذه القضية. 7 أكتوبر هي أحيت القضية الفلسطينية من جديد وأعادت الكيان إلى ما قبل 70 عاما. يعني هو كان في انخلاف إبراهيم كان يريد أن يأتي إلى المنطقة بدلا من الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية كانت منشغلة في ملفات أخرى كالصين والملف الأوكراني، وكان من المقرر أن يكون الكيان هو البديل في هذه المنطقة لكي يدافع عن الدول الخليجية والعربية، بعض هذه الدول. لكن 7 أكتوبر غير كل هذه الخارطة، ونحن نرى أن الكيان مأزق لا يستطيع. هو كان يريد أن يدافع عن الآخرين لكن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لولا الولايات المتحدة. لو انتقلنا إلى موقف الدول العربية سيد مجتبى، كيف يقرأ الداخل الإيراني موقف الدول العربية الصامت تجاه القضية الفلسطينية وما يحصل اليوم في غزة والضفة وكذلك جنوب لبنان وفي لبنان؟ يعني في الواقع هنا في طهران استياء واضح من الموقف العربي. أنا لا أتحدث طبعا عن الموقف الشعبي العربي، وإن كان هناك أيضا يعني استياء موجود حول هذا الأمر. كان من المتوقع أن تكون هناك يعني حركات ووقفات أكبر تضامنية للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. لكن بالنسبة إلى الموقف العربي، يعتقد الإيرانيون أن هناك تخاذل من قبل هذه الدول. وعندما كان هناك يعني قمة في جدة قبل أشهر، وكان الراحل السيد رئيس جمهورية إيران السابق عندما ذهب إلى هناك، هو كان يطلب من هذه الدول أن تتحرك وأن تفعل شيء. وحتى هذا اليوم نحن لم نرى أي شيء، بل بالعكس رأينا أنهم يقفون إلى جانب يعني الكيان وإن لم يذكروا ذلك. طبعا البعض ذهب وهو يدافع عن يعني الكيان ويعتبر أن حماس هي منظمة إرهابية يجب القضاء عليها، لكن طهران هي تدعم. وفي صلاة الجمعة قبل يومين نحن سمعنا من الإمام الخامنئي حيث قال أن لا يمكن القضاء على حماس وعلى حزب الله وأن النصر سيكون حليف المقاومة الإسلامية. ابقى معي سيد مجتبى، انتقل اليك مره اخرى استاذ سعيد البدري. استاذ سعيد، يعني بالعوده الى موضوع موقف الدول العربيه، من يتخذ القرار لتلك الحكومات العربيه؟ من يتخذ القرار اليوم؟ الولايات المتحده الامريكيه، هذا واضح وصريح، وهي ضمن حلف ومحميات اكثر مما تكون هي بلدان مستقله، استقلال شكلي. الجميع ينتظر الفرمانات التي تصدر. واحنا تحدثنا عن ان قضيه قطار التطبيع الذي اقحمه ترامب بقوة عبر اتفاقات ما يسمى بإبراهام، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قبل ذلك مصر والأردن هي مرتبطة باتفاقات تفاهمات أمنية باعتبارها بلدان طوق، والتحقت السودان والمغرب وهذه البلدان، وعمان أيضا لديها تطبيع شكلي تنتظر الخطوة القادمة، وقطر كذلك وقد تلتحق الكويت وإلى آخره. نحن إذا تحدثنا عن موقف البلدان العربية حقيقة هو موقف متخاذل منبطح غير مبرر بالمطلق. حتى السعودية اليوم التي هي دولة كبيرة ومركزية وفي المنطقة ولها محورية معينة في الأحاديث، يعني أقول هذه الحادثة حقيقة اللي هي حادثة بناء على التسريبات وهي واقعية، السيد عبد اللهيان الشهيد الذي كان وزير خارجية
الجمهورية الإسلامية عندما توجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة اليومين أو ثلاثة. امتدت هذه الزيارة لأسبوع، خاض جهدا دبلوماسيا كبيرا ووصل لتفاهمات مع ولي العهد بن سلمان فيما يتعلق بعدم الالتحاق بقطار التطبيع حتى يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بشكل أو بآخر، لأن كان وجود السعودية ودخولها لهذا القطار معناها التسليم الكامل. واقتنع بن سلمان بكل المبررات وبكل التحديات التي يعيشها العالم الإسلامي، لكن ما الذي حصل؟ بالنهاية قال إننا لا نستطيع أن نمد علاقة أو نعيش علاقة سوية مع الولايات مع الشعب الإيراني، ونعتقد بأن الشعب العراقي الإيراني هم أشقاء وأخوة لنا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من لا تقبل بذلك والمعسكر الغربي. إذن من يتخذ القرار؟ من الذي يؤثر في القرار بدرجة كبيرة؟ هذه الاستقلالية الشكلية حقيقة هي التي يعني قادت القضية للمزيد من الاستسلام. ودائما ما الجمهورية الإسلامية، ولست ناطقا باسمها لكن خطابها نحن نتابعه بدقة وهو خطاب حكيم، بأن قضية الغرب آسيا وبلدان المنطقة ينبغي عليها أن تحكم أنفسها بأنفسها وأن ترتب معادلاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية بشكل يخدم شعوبها ولا يعرضها للخطر. هل يظن من ساروا في قطار التطبيع؟ وهذا أنا التساؤل أطرحه بناء على ما تحقق اليوم. خلي أسأل هذا السؤال اللي هو سؤال مطروح، من يحدد أو أين هي حدود الكيان الصهيوني إسرائيل التي نتحدث عنها؟ هل توجد معاهدة؟ هل يوجد مخطط؟ هل يوجد شيء ملزم في الدستور مثلا الصهيوني الإسرائيلي الذي يتحدث عن حدود الكيان الصهيوني؟ تجد الخرائط، تجد المخططات، تجد الأدبيات التي تتحدث عن دولة تمتد من النيل للفرات، لا جوار عربي لهذه الدولة إلا الجزيرة، لا تتوقف إلا بالجزيرة. وبذلك يعني كل العراق في جزء كبير منه إما أن يكون ينضم لإسرائيل ضفة الفرات، والضفة الأخرى يحكمها مشروع جديد لا مكان للعربي فيه، لا سنة ولا شيعة ولا غيرهم. تركيا أيضا مهددة، أردوغان تحدث بلسان بعض المعلومات وبعدها سكت، الظاهر أن هناك ضغوطات أو أنه لم يستطع أن يواصل الكلام باعتبار أن هناك من أسكته. سوريا في مهب الريح، الأردن قبل أيام هناك من تحدث عن الإطاحة بحكم الملك وهذه الحسابات المدعومة موساديا التي تسرب هذه التفاصيل، وغضبت الأردن من هذا. الأردن ليس لها مكان. مصر مهددة أيضا، لدينا الكويت مهددة، السعودية كل سعودية مهددة بالتقسيم وإلى ما إلى ذلك. الجميع يشعر بالتهديد، لكن من يجرؤ على اتخاذ القرار؟ هؤلاء أو هذه الحكومات حكومات عاجزة يملى عليها وتنفذ دون أن تناقش، وهذا هو أصل المشكلة وأس المشكلة. والجمهورية الإسلامية دعت الشعوب إلى تحالف، هذا التحالف اقتصادي أخوي مبني على علاقة تحالف إسلامي لبلدان المنطقة لمواجهة هذه التحديات. واليوم حتى بعد استشهاد الشهيد نصر الله وبعد قضية البيجر وأعلن نتنياهو نفسه منتصرا، بدأت الحديث عن هذه المشاريع بأن هناك فرصة لتغيير شكل المنطقة وشرق أوسط كبير. ماذا يعني ذلك؟ إذن هناك مخطط لا يستثني أحدا، هذه مرحلة من مراحله. وأقول بضرس القاطع، لا خيار لبلدان المنطقة إلا بوجود المقاومة والالتحاق بالمقاومة والوحدة والصمود، وإننا لا سامح الله إذا ما انتكست المقاومة فإن كل المنطقة في مهب الريح. وهذا ليس تنظيرا ولا كلام إنشائي ولا كلام عاطفي، هذا كلام حقيقي تؤيده الحديث التلمودية التي يتحدث بها نتنياهو وغيره بأننا سنمتد وسنسحق كل أعدائنا في المنطقة، تؤيدها ما يبثه الإعلام الصهيوني، الخرائط التي تنشر التي نشرها نتنياهو وغيره، وحتى تلك اللي موجودة على بدلات الضباط والجنود والتي تتحدث عن دولة إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى. إذن العرب يجب عليهم أن يتحرروا أولا من هذا الخوف، وأن يرسموا معادلة يعني جديرة بأن تفضي لاستقرار المنطقة وتعزل الكيان الصهيوني بعد أن حقيقة فضحه
وبين مدى أساليب المقاومة وعملياتها في طوفان الأقصى وحالة الحصار التي فرضت والتي جعلت الكيان في مهب الريح، وهو اليوم يبحث عن نصر موهوم لتسويق رواياته ولتسويق وجوده. ونقول ينبغي أن تدعم هذه المقاومة بكل الأساليب والطرق، وأن نلتزم خطابا غير الخطاب السائد اليوم والذي تدعمه حقيقة بعض جهات لا سيما الدينية والثقافية والإعلامية التي تتماهى مع الكيان الصهيوني وفرحة بحقيقة ببلاده وقبح بأن هذا الكيان يضرب ويقتل المدنيين ويبيد الشعوب. اسمح لي أن أتوقف في فاصل مشاهدينا، فاصل وراجعين. هنا فلسطين، هنا الصبح الغرام، هنا فدية الأنهار يدوسون الصمت، يزهرون بالموت، يتسابقون إلى الطلقة، يقتلون بالخفقة. شرف مثل هذا من شأن الكرام. هنا فلسطين، هنا الصبح الغرام، هنا فتية الأنهار. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. بالعودة إليك أستاذ مجتبى، يعني قائد جبهة اليمن السيد عبد الملك الحوثي يقول الجبهة اليمنية استخدمت خلال عام أكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني. كيف تقيم الأداء المميز لهذا الشعب الصامد والصابر والمقاوم والذي يعتبر من أهم جبهات الإسلام؟ هل تسمعني أستاذ مجتبى؟ هل تسمعني؟ طيب، بنفس السؤال أستاذ سعيد، يعني كيف تقرأ قائد جبهة اليمن السيد عبد الملك الحوثي قال إننا الجبهة اليمنية استخدمت خلال عام أكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني، كيف تقيم أدائهم وموقفهم البطولي والاستبسالي في هذه التحركات وفي فرض واقع جديد على تحية للشعب اليمني الصامد الذي يخوض حرب الكرامة، طبعا انطلاقا من مبدئية هذا الشعب وقيادته الحكيمة التي حقيقة ترفض الذل والهوان والخنوع والاستسلام أمام التجبر وأمام كل التحالفات التي شنت للنيل من عزيمة هذا الشعب. الجبهة اليمنية جبهة فاعلة مؤثرة، اليمنيون عملوا باتجاهين، بالاتجاه الأول هو الفرض الحصار البحري، وهذا كان فاعل جدا ومؤثر جدا، ويعني منع الكيان الصهيوني من الكثير من الفعاليات خصوصا عمليات نقل الأسلحة وأيضا العمليات الصناعية وغير ذلك واللوجستية التي يريد لها أن تمرر. ولذلك الجبهة اليمنية كانت جبهة فاعلة في هذا الإطار وجبهة قوية، وعجزة المحتلون والغربيون عن مواجهتها بأشكال متعددة، حتى عمليات القصف المتكرر لم تكن مؤثرة، وهذه الجبهة تعتمد تكتيكات حربية مختلفة ومتطورة ولديها من الإمكانيات الكثير والذي لم تفصع عنه، ولديها أيضا مفاجآت قادمة. هذا على مستوى الحصار الاستراتيجي الذي فرضته على الكيان، وأيضا كانت لديها عمليات حقيقة بالتنسيق مع المقاومة العراقية، لديها صواريخ، أول من استخدم الصواريخ الفرط الصوتية باتجاه الكيان الصهيوني هي الجبهة اليمنية، المسيرات، عمليات القصف والمشاغلة التي حقيقة تستنزف قدرات الكيان وتجعله في موضع القلق. الكثيرين يحاولون تسفيه هذا المحور ويقولون بأن عملياته غير مؤثرة، هذا غير حقيقي وغير دقيق. وحتى نتنياهو المجرم يتحدث صراحة وقام بعملية أكثر من عملية، والأمريكان أخذوا على عاتقهم إما
إسقاط هذه الصواريخ والمسيرات أو محاولة القصف، وأنشأوا تحالفا اسمه فرسان السلام أو ما شابه في البحر الأحمر، لكنه فشل أمام ضربات اليمنيين وعملياتهم البطولية. أنا أقول إن هذه الحرب محسوبة بدقة، والساحات تؤدي دورا متناغما يسهم بالنهاية في منع الكيان الصهيوني من الاستفراد بقطاع غزة أولا، وأيضا يجعله يتكبد خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، ولن تدوم حالة حقيقة الدعم اللامحدود التي تبديها أمريكا. الكلفة الحرب ليست كلفة هينة، يعني إذا حسبناها نجي اليوم نحسب بالورقة والقلم، خلينا نتكلم شعبي بالورقة والقلم، إيش قد قيمة الصاروخ اللي وقع له مثلا طائر؟ إيش قد قيمة الطائرة؟ خلينا نقول فد إيش قد 30,000 دولار مثلا، خلينا نقول 30,000 دولار مثلا، إيش قد سعر الصاروخ اللي وقعها؟ أقل صاروخ هو بنص $1,000,000. إيش قد يعني عشرات العمليات بل مئات العمليات، مئات الأهداف، إذا حسبنا كلفتها نجدها مليارات دولارات، بالإضافة للخسائر الاقتصادية، بالإضافة للسفن التي تضرب وتوقف، بالإضافة إلى يعني هاي الحسابات إذا نجيها متراكمة نجد الكلفة عالية وباهظة، إضافة إلى حالة القلق والوصول لتل أبيب، وهذا التصعيد المرحلة، يعني كل مرحلة تواجه بتوسع وتصعيد. وذكر نعم. أنه جبهات أسناد غزة تتجه للتصعيد أكثر فأكثر، وأيضا مع تطوير القدرات العسكرية وتسعى لما هو أكبر. نعم، إذن هناك هذا الأداء التصاعدي، أنا قلت تصعيد هو أداء تصاعدي، هذا الأداء التصاعدي للمقاومة يقودنا إلى أن معادلة الردع بدأت تأخذ منحا آخر. الكيان الصهيوني المتوحش المتغول المدعوم أمريكا طبعا بالمناسبة، وهذا السادة المشاهدين وبأحاديثنا يؤكد أنه الكيان الصهيوني هو مجرد واجهة لمشروع أمريكي، أمريكا تدعم سياسيا، تدعم اقتصاديا، تدعم عسكريا، تسليحيا، كل أوجه الدعم، وأخيرا نزلت للميدان بإرسالها فرق كوماندوس تقاتل في جنوب لبنان وفي غزة بعد حالة الإنهاك لهذا الكيان الصهيوني. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع منع هذا المحور، ومواجهة جبهة مثل الجبهة اليمنية أنا أعتقد أنها مواجهة خاسرة. قد هناك حديث يعني سيعمد الأمريكيين بدفع يعني من أجل الحفاظ على الكيان الصهيوني من التدهور والدمار لإنشاء تحالف، على الأقل غزو السواحل اليمنية ووقف هذه العمليات، لكنهم لن يفلحوا. هذا أي تحالف بهذا الاتجاه سيكتب له الهزيمة. أنا أرى أن الجبهة اليمنية جبهة فاعلة، وتصعيدها في محله وتصاعد عملياتها يشهد له العدو والصديق، وهو يؤلم الكيان، وتحدثوا عن ذلك صراحة بدليل أن العمليات القصف الأخيرة الغير المعلن عنها بالإضافة إلى المعلن عنها. وكيف تقيم يعني يوم كتائب القسام قالت قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90 ردا على المجازر الصهيونية؟ نعم. هذه الإمكانيات يعني لا تنتهي، وهناك من يحاول أن يراهن على استنزاف القوة الصاروخية لدى أبناء القوم. نعم، أنا أقول شيء، احنا خلينا نجي نقرا المشهد بعموميته. الطوفان الاقصى ماذا حققت؟ ما الذي حقق الطرف الاخر الصهاينه؟ فشلوا في كل الصفحات، في كل صفحات المواجهه. خلينا نجي من هذا وننطلق الى ما تحدثتم عنه فيما يتعلق بموقف القسام والعمليات التي اعلنت عنها. كان الهدف المعلن الذي وعد به نتنياهو تحرير الاسرى، تحييد المقاومه والقضاء عليها، حصارها، قتلها، عمليات إبادة، كل الجرائم ارتكبت في غزة. لكن ما الذي تحقق؟ هل استطاع القضاء على المقاومة؟ كلا. هل استطاع منع الصواريخ؟ كلا. هل أعاد الأسرى والمحتجزين؟ كلا. هذا يؤشر للفشل القسام وكل الساحات الأخرى التي تقصف، التي تضرب، التي توجه هذه الصواريخ. هي ليست حرب استنزاف، المقاومة لديها ما يكفي لخوض معركة طويلة وقد أعلنت ذلك. الإشكالية وين؟ أنه أنت قطع غزة هذه المساحة الصغيرة جدا المحاصرة بشدة، الطائرات والأقمار الصناعية والبوارج والمشاة ومدفعية وكل هذا، هل أوقفوا صواريخ القسام وصواريخ حماس؟ هذا عين الفشل.
المقاومة سائرة وعندها استراتيجية، وهذه استراتيجية مؤثرة وفاعلة تستنزف العدو تضربه في مقتل، وهذا ما يولد لديه الهستيريا لاستهداف المدنيين ولمحاولة القول ماذا حصلتم بعد عام كامل من المعارك وغير القتل والتهجير والإبادة وإلى آخره. هو يمارس الإبادة ويحاول أن يسوق هذه الرؤية ويحاول أن ينال من عزيمة المقاومين وجمهورهم، في حين أنه طوفان الأقصى عاد القضية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي. نعم. ووضع وحجم الكيان وفي مربعه الصفر. نعم، هذا حقيقي، ومع متغير آخر. متغير آخر أن المقاومة اليوم باتت أقوى بكثير مما كانت عليه منذ انطلاق القضية الفلسطينية أو بداية هذه النكبة والمأساة على الأراضي الفلسطينية ودعم الغرب للصهاينة بعصاباتهم بالأسلحة إلى آخره، والإعلان عن هذا الكيان. لم يمتلك الفلسطينيين يعني عدا السلاح الخفيف. اليوم المقاومة في فلسطين في الأراضي الفلسطينية، هذا هو النصر الذي ينبغي أن نتحدث عنه، هذا التحدي الكبير. مسلحة، لديها صواريخ، لديها إمكانيات، لديها تدريب عالي، لديها مقاومين على مستوى عالي من العمليات، كل العمليات الاستراتيجية التي تنفذ والتي تدعم والخطط وإلى آخره هي بكفاءات فلسطينية بمقاومين فلسطينيين. وهذا ما حققته معادلة الدعم الإيراني، معادلة ردع الكيان، معادلة إعادة الحق المغتصب إلى أهله. إذن هي نقلة نوعية في أداء المقاومة وأسلوبها واستراتيجيتها وقواعد الاشتباك. سيدي الكريم، يعني اليوم كانت هنالك كلمة لخالد مشعل، وكيف قرأتم هذه الكلمة وتطرق إلى نقاط عديدة؟ نعم. لو نحاول أن يعني نفسر النقاط التي ذكرها نقطة بعد أخرى. نعم. يعني قال لا عذر لأحد أو يتحجج بالضعف والخسائر تكتيكية وخسائرهم استراتيجية. نعم. نعم. هذا الخطاب موجه للعرب بالتأكيد، والعرب حقيقة لا خير يرتجى منهم بعد اللي شاهدناه طوال سنة. يعني بدل يعني هي مشكلة يا أستاذ الكريم، يعني أنت واحدة من الحالات التي يندى لها الجبين أنه الإمارات ترسل فرق على اعتبارها فرق إنسانية، تطلع فرق جواسيس وكوماندوز لنقل المعلومات واختراق بيئة حماس. يعني إلى أي مدى من الخسة والدناء وصلت هذه الأنظمة؟ هسه هذا الأنظمة المنغمسة والأنظمة المتفرجة، الأنظمة المتفرجة كثيرة والتي حقيقة تضع يدها على الخد وتندب فقط، لا لم نرى موقف لا سياسي ولم نرى موقف حقيقة دعم عسكري أو دعم أمني أو دعم إنساني، كل ذلك هو هواء في شبك. مصر يعني واحدة من البلدان الكبيرة في المنطقة تتحجج بأنها مكبلة باتفاقيات أمنية وإلى ذلك. كم مرة خرقت الساحة المصرية، كم مرة قصف الجيش المصري؟ خالد مشعل ذكر أن في مصر دائما هناك تهديد صهيوني لها بموضوع النيل، إلى حتى الأردن انذرها بتهجير أهل الضفة إليها إلى غيره. إذن هذه الدول دائما تقع تحت طائلة التهديد. نعم. مصر كما تعلمون عاشت أوضاع اقتصادية صعبة، وبدأت وهذا يعني مو سر، بدأت الدول الخليجية تسيطر على القرار المصري. حتى السيسي ما نريد نتكلم بالمؤامرات، لكن حتى السيسي نراه مستسلم أمام الإمارات والسعودية. اليوم الأموال التي تسير الحكومة المصرية، أموال الدعم والاستثمارات، هي يعني أموال إماراتية وأموال سعودية، وبذلك هي تأسر يعني القرار المصري. يشترون صمت هذه الحكومات. نعم. لوضعهم المادي الصعب. تعرف مصر يعني أكثر من 100 مليون. نعم. بالتالي يحتاجون إلى يعني كثير. يعني يعني أستاذ الكريم خلي أكون أكثر صراحة، يعني ماذا نرجو من نظام عسكري انقلابي متماهي مع الأمريكيين وجاء بمساعدتهم وبتأييد من السعودية والإمارات؟ أكيد راح يكون هذا مأسور لقرارهم، وبكل الأحوال يرى نفسه ضعيفا وليس في موقع يؤهله لأن يكون قويا. ولكن يعني الشعب المصري شعب حي، الشعب المصري شعب حي وحر، والتظاهرات والأحداث، لكن هذا الشعب مكبل. هذا الشعب الضغط الإعلامي اللي تشوفونه، الضغط الأمني، يعني أي حالة
يعني نزع السلاح من هذا الشعب ومن يعني محاربين من كل جهه، حصار مطبق حقيقة. يعني عمل بوليسي كبير يستهدف بنية المصريين بالإضافة إلى عمل إعلامي ممنهج والحملات أسوة لباقي الدول العربية التي تدعم الكيان. مؤكد يعني في المغرب الحالة أيضا، يعني تلاحظ البلدان التي كانت تتبنى خطاب المقاومة اليوم شوية رجعت تراجعت عدا العراق والجزائر التي تتبنى هذا يعني الخطاب بشكل يعني رسمي ومباشر، وعلى المستوى الشعبي هناك ردود أفعال غاضبة. عدا هذين البلدين كل البلدان، أغلب البلدان يعني هي الحكومات أتحدث، هي بلدان متماهية أو ساكتة ولا يعني تريد أن تعيش هكذا بخنوع السلام الخانع، فنطلق عليه هذه التسمية. أيضا تحدث السيد خالد مشعل، قال أنه رسالة الطوفان عندما نتوحد في جبهات المقاومة سنربك العدو ونشتته فهو مهزوم لا محالة. يبدو أن السيد خالد مشعل يتحدث بنفس اللغة التي يتحدث بها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي. قبل 3 أيام الإمام الخامنئي أكد نفس هذه المعاني، وحقيقة هي هذا التشخيص الدقيق. إذا لم تتوحد الجبهات، لم تتوحد الشعوب، لم يكن هناك موقف، ماذا ننتظر؟ إذن ليس أمامنا إلا أن نتوحد، ننبذ هذه الصنائع المحتلين والغاصبين بتفرقة الشعوب وتمزيقها ومهاجمة بعضها البعض. كما تعلمون هناك عمل تقوم به وحدات متخصصة، أجهزة استخبارية، سلاطين ووعاظ سلاطين، يعني روايات دينية، تبريرات، مهاجمة إعلامية، تسفيه، أي رد، أي عملية قوية تشد من عضد الأمة وتقويها، تجد هذا الإعلام ينبح حقيقة ليل نهار في سبيل تسفيها وفي سبيل إرباكها والتشويش عليها. وكل ذلك أنا أقول بإيحاء أمريكي صهيوني، وكأن غرف العمليات اللي موجودة في البلدان العربية مرتبطة بالموساد أو بالحكومة الصهيونية وتنفذ ما يطلب منها بواسطة أدواتها، سواء كانت هذه في القنوات وإعلامها الرسمي كما في قناة العبرية أو في السوشيال ميديا عبر المدونين وعبر البرامج التي تستهدف وعي الناس وتستهدف أيضا تفتيت وحدة الشعوب الإسلامية، وأيضا يعني الوصول والتحقيق خطاب الهزيمة أمام يعني للشعب الفلسطيني ولقضيته. طيب سيدي الكريم، اسمح لي أن أتوقف في فاصل وراجعين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، كونوا معنا. يا قدس فيك النور بيندي، ومن طهر رب الكون من عدي، من طيب اسمك ساط على الأنوار وعلى الأرض كل حضور بتودي، من طيب اسمك ساط على الأنوار وعلى الأرض كل حضور بتودي، مهما عليكي كل ظهرك جار وكتار مش رح تلحق تعدي، مهما عليكي اتآمروا بالدار بصمودك العليان بتصدي. فلسطين بعدك قبلة الأحرار، من كل نقطة دم بتردي، عنا الشبل عم ينخلق قرار وعاحد سيفك نار محتدي، طفلك رعد من صرخة الثوار صوته بيصدع ساعة الشدي، هالأرض أرضي ومنبعي هالدار، باقي بأرض بي وأرض جدي، وتسابقوا العربان عالمهوار وباعوا الشرف بقلوب من كدي، سم الحبر بالدم رح ينهار وأرواحنا يا قدسنا هدي، والدم أصدق من حبر كفار وما منعترف بوعود من هدي، ودرب الشهادة عخطوط النار بختارها وتكون عقدي، ورح نخلع التطبيع مهما صار
بوقت الحقيقة سيوفنا الحد بتمحي وعد بلفور والأشرار حتى ولو يخلق ألف بلفور عنا وعد من ربنا المهدي. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أستاذ سعيد، يعني بالنسبة لموقف الجمهورية، يعني إذا ما تهور نتنياهو وكما قال سأضرب بعض المواقع في إيران، كيف سيكون الرد؟ ما الذي ستفعله الجمهورية على مستوى الرد المباشر وكذلك على مستوى جبهات الإسناد؟ نعم، فلنتحدث بالبداية، نمهد لما متوقع بالحديث عن ما حقق الرد الإيراني على الكيان الصهيوني. أولا، إيران تمسكت بحقها، انطلقت في ردها على الكيان الصهيوني من حق قانوني، هذا الحق لم تتنازل عنه وتمسكت به باعتبار أن ضيفا لها قد قتل واستشهد على أراضيها بتعد واضح وصريح من الكيان الصهيوني وقبل اغتيالات كثيرة داخل الجمهورية. لكن هذا الواضح والصريح بهذا الشكل. فإيران بهذا الرد هي إنما تستخدم حقها القانوني الذي ضمنه القانون الدولي بالرد على مصادر النيران وعلى المعتدين، هذا أولا. فيما يتعلق بهذا الرد، أسهم بأمرين: أولا تحييد القبة الحديدية وضربها وقهر أسطورة الكيان الزائف الذي لا يقهر، وبدأ كأنه يعني أوهن كما قال سيد المقاومة رضوان الله عليه بأنه أوهن من بيت العنكبوت، ولا زالت القبة الحديدية حقيقة تتعرض لخطر، مما ينذر بأن أي رد سيقابل برد قاسي بعد هذا العمل، وقد يكرر الأمر بطريقة أعنف إذا ما حاول الكيان الصهيوني التجرؤ على ضرب الجمهورية الإسلامية. ثالثا، الرد ماذا حقق أيضا؟ حقق معادلة التحييد. الجمهورية الإسلامية تحدثت باقتدار وقالت نحن رددنا. بعد هذا الرد فيما يتعلق ببلدان المنطقة التي تساهم بمياهها بأراضيها بأجواءها في مساعدة العدوان، فإنها ستكون هدفا مباشرا وستتضرر مصالحها وستضرب كما يضرب الكيان الصهيوني، وبذلك حققت من خلال هذا وأظهرت قوتها من خلال الرد، حققت مبدأ التحييد، تحييد هؤلاء ودفعهم للفرار بعيدا، وخصوصا أولئك الذين ساروا بركب التطبيع. تعرف أن التطبيع إذا ما سار بشكل أعمق سترتب عليه اتفاقيات وتعاون، وقد يسمح لهم باستخدام أراضيهم من قبل الكيان الصهيوني، وبذلك هذا يعني النقطة مهمة. يعني الرد المقتدر للجمهورية أكد بأنه أي دولة تسير باتجاه التطبيع وتنوي عقد اتفاقيات فإنها ستجابه برد، لأنه تشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني. حقيقة رسائل بليغة أكدتها الجمهورية الإسلامية، وأيضا معطى آخر ومهم جدا، أسهمت إيران كدولة محورية في المنطقة، كدولة تتبنى المقاومين وتتبنى البلدان المستضعفة والمستضعفين بجمع أولئك الناس في كل الشعوب وفي مختلف المناطق حولها باعتبارها بلدا قادرا على تأديب الكيان وضدا نوعيا لهذا الكيان، ولذلك أصبحت وباتت قبلة لكل الأحرار الذين لا زالوا يحيون القضية الفلسطينية. أشكرك جدا. نعم. أستاذ سعيد البدري الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية ولكل هذه المعلومات، وأيضا شكر موصول إلى الأستاذ مجتبى حيدري الباحث في الشأن السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامك معنا ونعتذر عن هذا الخلل الفني، وأنتم مشاهدينا مستمرون معكم في تغطيتنا.